السائل سلطان يقول: هل تصلي المرأة إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟ إذا بلغ 80 يوما، إذا بلغ الجنين 80 يوما، يعني سقط يوم 81 ونزل معها دم، فإنه نفاس. أما إذا كان دون 81 يوم، فالدم الذي ينزل ليس نفاسا، وإنما هو نزيف. لا تترك الصلاة من أجله. نعم.